باربيكان هذه حياتي. العب 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 إذن أنتم مع صدى الملاعب، وأكدنا لكم حصريا عبر هذا البرنامج أن النجم العراقي نشأة أكرم نحن اللي خبرناكم أنه راح يعترف، ما يأتي الآن هنا وهناك، ونحن قلنا الخبر سابقا أنه سيحترف الملاعب الأوروبية. ونشأة وقع اليوم الثلاثاء عقد انضمامه لفريق 20 أنكشيدي الهولندي لثلاثة مواسم متتالية، ليكون نشأة أول لاعب عراقي يحترف في الدوري الهولندي، وتحديدا مع هذا النادي الذي يدربه الإنجليزي ستيف ماكلارين. أنهى موسمه الكروي 20 أنكشيدي في الوصافة دوري وكاس خلف حامل اللقب ألكمار، راح يلعب الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا. هذا الفريق سابق أيندهوفن وأياكس وأسماء كبيرة. معنا عبر الهاتف من هولندا، كنت حابين يكون معنا صوت وصورة لكن ما زبط معنا غير صوت، الكابتن نشأة أكرم نجم العراق. مساء الخير نشأة. مساء النور حبيبي. ألف مليون تريليون تزريليون كوادريليون مبروك، هات احكي لنا شو القصة. شكرا شكرا حبيبي مصطفى. قول. والله الحمد لله، طبعا الحمد لله والشكر، انه طبعا مفاوضات طويله كانت بعد ممكن سنه، وكانوا حابين انه قبل سنه انه اكون معاهم، لكنه انا كنت مرتبط مع نادي الغرافه، لكنه الحمد لله مشت الامور ومشت اجراءات العقد على خير. ليش كان كل الاشاعات تقول انك ستحترف مع النصر السعودي؟ والله كان في كلام، يعني كان في كلام مع إدارة النصر، لكنه عقد 20 أنكشيدي أحسن. والله يعني أحسن يعني بشنو؟ بالمادة يعني ولا أكيد يعني شو بده يكون، ماديا أو ولا معنويا؟ أنت شو رأيك؟ ما أعرف. لا لا صراحة أنا ما يعني بهاللحظة هذه ما فكرت بالمادة بكثر ما فكرت إنه أنا يعني مثلا إنه أحترف في أوروبا، لأنه تعرف طموحي أنا كلاعب إنه أحترف في أحد الأندية الأوروبية، والحمد لله إنه جتي هذه الفرصة مع نادي كبير. نشأة انت وقعت 3 سنين، حكينا هيك ماني وايز، سمعنا عملي شو قول. الحمد لله الحمد لله، الأجواء حلوة، أجواء جميلة. لا ما عم بحكي على الأجواء، عم بحكي على الفلوس نشأة. شو رأيك بالأجواء؟ لا ما أقدر أتكلم بالفلوس، لأنه النادي ما قبلون يعني أنه أتكلم بالفلوس. بس طيب كتير والهواية ولا شوي؟ لا كلها خير وبركة، أهم شيء ما اختلفنا. يعني مثلا نشأة مثلا يعني فوق ال 20-30-40 ألف دولار بالأسبوع بالشهر يورو؟ والله مصطفى تتري يسوي لي مشاكل. طب أنت هز براسك إيه ولا لا؟ يلا هزيت براسي. لا نشأة راح تلعب في دوري أبطال أوروبا؟ والله إن شاء الله إن شاء الله، يعني قلت لك أنا وخصوصا أنه مع نادي كبير ومع مدرب كبير مثل ستيف ماكلاراين اللي هو كان مدرب المنتخب الإنجليزي، والرجل كان متابع يعني من خلال، يمكن أعتقد أنه أنا اجتمعت فيه وقال لي أنه احنا كنا سنه نراقب بيك، يعني تعرف هاي سنه يعني مش يوم او يومين، يعني سنه كانوا انه يراقبون وكانوا يرسلوا الناس انه يشوفون المباريات. فالحمد لله انه قدرت انه اقنعهم، والحمد لله شنو بعد قدامي ان شاء الله انه تحدي كبير انه راح اكون موجود في احد افضل الدوريات في اوروبا، وخصوصا مع نادي ترتيبه الثاني في الدوري، وفي امامه يعني انه بطوله في يعني ابطال اوروبا في الموسم القادم ان شاء الله. طيب نشأت يعني طبعا نحن تعرف غلاوتك عنا، فنتمنى لك كل التوفيق، بس بدي أعرف ليش اخترت صدى الملاعب؟ يلا اديني نشأة. أيوة هيك. والله صراحة يعني إنه يعني برنامج صدى الملاعب يعني برنامج كبير، ويتمنى صراحة يعني يتمنى إنه أي لاعب إنه يكون ضيف بي ومع حضرتك، لأنه ومع إخوان اللي معدين البرنامج والكادر التصوير وكل الناس اللي، وحتى ضيوفك الكرام مثل الكابتن الكبير جمال علي وكل الاخوان اللي تستضيفهم. نشأة الوالدة عم تتابعك حاليا، شو بتقولها للوالدة؟ والله الوالدة اقولها يا ربي الله يخليك لي ان شاء الله، والحمد لله انه قدرت انه اسوي فد شيء انه يرفع اسم العراق، واتمنى انه اواصل هذا الشيء انه نقدم مستوى يرفع اسم العراق ويرفع اسمنا احنا كلاعبين عراقيين محترفين في اوروبا، وقلها انه هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. هي تسمعك، انا ما اقولها انت، هي تسمعك. تسمعني؟ اي طبعا. اقولها بوسه مني لي على راسك. اي وانا بوسه على خدك يا نشأة.
تسلم لي حبيبي مصطفى. وان شاء الله بس تمر علينا، نحن حنكون نعد لك كيكه وحفله في صدى الملاعب. اكيد. شكرا يا نشأت. انت عزيزين جدا عليك. شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا. الحمد لله قطعنا الشك باليقين، خلاص ما في احتراف في السعوديه. انا اعتقد انه هذه كمان خلاص، لانه قالوا في الاتحاد وقالوا في النصر. بكل تأكيد نشأت أكيد أنه هو مطمع لأي نادي يحب أنه موهبة أكيدة. وعوض خير نشأت، يمكن العام الماضي تعثرت مفاوضاته مع مانشستر، وإن شاء الله بإذن الله أنه هذا مش هدف له أنه هو بس مجرد يحترف في أوروبا، إن شاء الله وسيلة له إن شاء الله كمان يطلع للدواري أفضل كمان من الدوري الهولندي، لأنه عنده كل الإمكانيات يلعب في دوري أبطال، بعدين فريق سابق أيندهوفن وأياكس بكل تأكيد وفاينورد، يعني مش فريق دوري وكاس. دوري وكاس. دوري وكاس. هلا نحكي على زميلنا خالد جاسم. تحياتي خالد وعيسى الهتمي بعد. اكد راضي شنيش لانه